كيف تكون شخص إيجابي؟ أعتقد سؤال مهم جدا في حياتنا، واجب علينا نسأله لنفسنا ما بين الوقت والآخر حتى ندرك ونتيقن إن إحنا فعلا إيجابيين في كل أمور حياتنا اليومية. شخص إيجابي معناه إن هو بيفكر بإيجابية، معناه إن هو بينخرط في المجتمع بإيجابية، معناه بينظر لكل الأمور بتفاؤل وإيجابية. إزاي نحقق ده؟ آليات ده؟ أعتقد محتاجين في المقام الأول عزيمة، محتاجين في المقام الأول إدراك لمهام الأمور اللي بتحاك لينا في أمور حياتنا اليومية. كيف تكون شخص إيجابي؟ أعتقد الإجابة بتاعته بسيطة جدا، لكن إحنا أدركناها بطريقة فعلا تحقق هذا المفهوم وتحقق هذا الغرض. الشخص الإيجابي نابع داخل كل واحد فينا، ولكن تحقيقه أعتقد زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة البرنامج محتاج بس دفع، محتاج تذكير، محتاج تشجيع بشكل إيجابي حتى تصبح شخص إيجابي. هنفتح محاور عدة مع هذه الفقرات وهذه الموضوعات الهامة حول تكون كيف شخص كيف تكون شخص إيجابي مع ضيفتنا المشرفانة في هذه الفقرة، الدكتورة منى شوقي استشارية التنمية البشرية في علم النفس الإيجابي. أهلا بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. دكتورة منى أهلا بحضرتك، وصباح الخير يا فندم، أهلا بيك، منورانا طبعا، وصباح اللون الأخضر. دكتورة، يعني بنسمع دايما مصطلح إيجابي وإيجابية، ولكن عايزين حضرتك كده في البداية تعرفينا إيه هو الشخص الإيجابي. الحقيقة الشخص الإيجابي هو شخص يكون مؤثر على المجتمع، يعني لما يشوف الحاجة السلبية أو يشوف الحاجة الغلط المفترض إنه هو يغيرها، وإحنا مأمورين بده. تمام. يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحب البني آدم يعني يكون فرحان، ويحب يكون إيجابي، ويحب يكون سعيد. إحنا مأمورين في القرآن إن إحنا لا نحزن، يعني كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن إحنا لازم نكون إيجابيين في آيات كثيرة، والرسول كمان قال لنا في أحاديث كثيرة إن إحنا لازم نكون أشخاص إيجابيين، وإنه لو شفنا حاجة سلبية فنغيرها بيده لحد ما بقلبه وهذا اضعف. نعم. يبقى الايجابيه ما هياش اوبشن، يعني احنا مش بمزاجنا لازم هختار اكون سلبي، او بمزاجي كده هختار اكون ايجابي، وانا بقى وحر مع نفسي كده الحاجه ما فيهاش اختيار، يعني ما فيهاش اختيار. هو لازم انت تكون ايجابي، انت مامور تكون ايجابي. تمام. لكن ازاي اكون ايجابي؟ الكلام سهل قوي، لكن التنفيذ بيبقى صعب قوي. فناس كتير قوي تتكلم وتقول لك انا هبقى ايجابي، او انت تبقى ايجابي، او نفكر الكلام اللي طالع جديد بقى، فكر بره الصندوق، ما تبقاش ما تفكرش في نص الكوبايه الفاضي، فكر في نص الكوبايه المليان. كلام كتير قوي، لكن ساعه التنفيذ ما بنلاقيش خطوات عمليه نستخدمها. صحيح. بحيث ان احنا نخرج من السلبيه، لانه السلبيه دي غصب عننا افكار. تمام. وهنتكلم دلوقتي على ازاي نكون ايجابيين بخمس خطوات، خمس خطوات عمليه ازاي تكون شخص ايجابي وعندك طاقه ايجابيه، وايه هي الطاقه الايجابيه كمان. طيب قبل ما نتكلم على الخطوات دي، عايزين حاله التقييم اللي ممكن كل واحد كده يقيم بيها نفسه، هل هو فعلا ايجابي ولا مش ايجابي؟ ولو انا مش ايجابي ازاي ابدا في الخطوات اللي حضرتك هتشرحها لنا بشكل عام؟ ازاي اكون عندي وقفه جاده كده مع نفسي واقيم هل انا فعلا ايجابي؟ ايجابي في تصرفي النهارده، ايجابي في تعاوني مع الاخرين، ايجابي في عملي، ايجابي في كل امور حياتي اليوميه، وابدا فعلا اطبق الخطوات اللي حضرتك تذكريها. اتفضلي. ابتدي ابص جوه نفسي، جوه عقلي اللاواعي، الاقي نفسي، اسال نفسي بقى كام سؤال كده يبينوا لي المرايه اللي تقول اذا كنت انا انسان ايجابي وبتغير ولا انسان سلبي. اخر مره خدت دوره جديده في حاجه جديده سمعت عنها امتى؟ اخر مره قريت كتاب امتى؟ ايه اخر حاجه كويسه عملتها في حياتك؟ يعني قرارك اخر قرار خدته ازاي؟ خدته على بناء على اني بكبر دماغي وبطنش، ولا خدت اخر قرار ده بناء على اني درست الموقف وواجهت وابتديت لقيت قدامي تحديات، وبقولها تحديات مش بقولها صعوبات، لان بدل في تحدي يبقى انا قد التحدي. تمام. واكيد انا هبقى الكلمه دي نفسها هتستفز الانسان الايجابي ان هو يعدي التحديات. فبالتالي دي اسئله مهمه قوي لازم اجاوب بيها على نفسي. لو لقيت نفسي خايف اغير وظيفتي علشان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، لو لقيت نفسي خايف اخد خطوه جديده في حياتي علشان قناعاتي السلبيه بتقول ان انا خايف اقدم على خطوه جديده في حياتي، سواء كان حتى لو في ناس بتخاف حتى انهم فوبيا من الجواز. يعني اشخاص وصلت بيهم السلبيه ان هو عايز يفضل في مكانه، افضل مع بابا وماما مستريح احسن ما اتجوز، ولا جوزي يعكنن عليا، ولا بعد مسؤولية. كده مسؤوليه بيخاف من المسؤوليه، ده شخص سلبي. فبالتالي هي دي الاسئله اللي بتبين مرايه كده، يقف قدام المرايه ويسال نفسه الاسئله دي، ولما يلاقي الاسئله دي اجابتها بالنسبه له غير الاجابات الايجابيه هتبقى واضحه جدا بالنسبه له، يعرف ان في مشكله. فنبتدي عايزين نصلح المشكله دي. التغلب عليها بقى ازاي يا دكتور؟ المشاكل دي، التغلب على مشكله السلبيه او الانسان السلبي، حقيقة انا عايزه اقول برضو علشان الشخص اللي هيلاقي نفسه سلبي ما يزعلش ويقول انا ايه، يعني عندي مشكله في نفسيتي او في شخصيتي. في حاجه بتقول انه احنا في خلال اليوم بيمر علينا 60,000 فكره، بيمر علينا منهم 75% سلبي، يعني بمعنى كده ان احنا عندنا 48,000 فكره سلبيه بتعدي على دماغنا في اليوم الواحد. تمام. طب ده شيء وحش ولا شيء حلو؟
ده شيء مش كويس. لكن الحلو بقى والحسن الحظ ان احنا في 12000 فكره ايجابيه. طب لحسن الحظ ليه بقول لحسن الحظ؟ لان الفكره الايجابيه اقوى 10 اضعاف من الفكره السلبيه. يبقى كانها اضعاف عدد الفكره السلبيه، بثلاث او اربع اضعاف عدد افكار السلبيه. القوه الفكره الايجابيه عامله كده زي ما يكون مدفع كبير قوي او حاجه مضاده للصواريخ، وهنضرب بيها عصفوره صغيره. الفكره السلبيه دي عصفوره صغيره جدا لسه هتيجي كده تعدي على دماغنا، نروح طنعين عليها بالمدفع الايجابي نفرتكها. هو دي الطريقه السهله والبسيطه واللي بقوصي بيها لجميع الناس. اول ما يجي الشيطان كده يقول لك ايه، انت صاحي الصبح يقول يا انا زهقان، انا مكتئب، انا كسلان، تروح طالع عليه مجموعه اسئله، لانه ده الشيطان والنفس الاماره بالسوء هي اللي بتجيب لك الافكار السلبيه دي. تروح طالع عليها تقول لها طب انت زهقانه ليه؟ ما عندكي ده، ربنا مديكي كذا ومديكي الصحه ومديكي النعمه ومديكي الشغل ومديكي كل النعم. افتكر النعم الكتيره دي كلها افكار ايجابيه، تروح مفارتك الفكره السلبيه دي. لكن لو واحد مشي في سلسله الافكار السلبيه، ابتدت الفكره انا زهقان النهارده، انا تعبان، اخر النهار هيبقى مكتئب، صح، هيمشي ورا السلسله دي هتؤدي بيه للاكتئاب، ما طلعش بولا مدفع من المدافع القويه اللي عنده اللي هي الافكار الايجابيه اللي عنده. فبالتالي هو اللي ما دافعش عن حقه في ان هو يعيش مبسوط، وبالتالي هو اللي صحيح. ما بقاش قادر يقاوم الافكار السلبيه. نعم. طيب مهم جدا ان احنا نجدد امور حياتنا اليوميه بشكل ايجابي. يعني يمكن اللي بيخلي الانسان يقع في السلبيه الروتين او الروتين اليومي او الحياه اليوميه اللي هي متكرره بشكل كبير. صحيح. قيمه تغيير هذا الروتين بايجابيه في امور حياتنا وانعكاسه على ادائي، ادائي مش بس في الوظيفه، ادائي لا في تعاملي مع الاخرين، ادائي مع زوجتي، مع اولادي، مع اصحابي، نظرتي حتى للحياه بتفاؤل. حضرتك قلت الواحد لو صحي وساب نفسه كده يعني عنده حته يعني تشاؤم شويه ممكن يكتئب في اخر اليوم. لا احنا محتاجين تبسمك فجاه اخيك صدقه، انت لو جربت تضحك اعتقد يعني هتنشكح من جواك يعني. صحيح. صحيح كده. ولو اتبعنا حتى خطوات الاساسيه في ديننا هنلاقي ان احنا الحمد لله. كلمه الحمد لله دي احسن ذكر عند ربنا واحسن عباده عند رب العالمين، انك تقول الحمد لله. طبعا. طب ليه بقى؟ ليه ربنا قال كده؟ طب ما كانت ممكن تبقى اي حاجه تانية. يعني احسن الذكر لا اله الا الله والحمد لله افضل الدعاء. والانسان اللي بيشكر ربنا دايما ربنا بيزيده من نعم. طاقه كلمه الحمد لله طاقه ايجابيه كبيره جدا. يعني لو بني ادم تعبان وقال الحمد لله، الطاقه الايجابيه اللي بتجيله والطاقه السلبيه اللي بتخرج منه. عبادتنا نفسها فيها طاقه ايجابيه كبيره قوي، من اول ما بتتوضي تلاقي الطاقه الايجابيه بالهدوء، وقد كده الانسان بعد كده هو خطوات الصلاه كلها فيها طاقه ايجابيه. بس بقى عشان نقول انسان عنده كسل او عنده قله همه او عنده سلبيه، يبقى لازم الاول يعرف هو جسمه ده بيكتسب الطاقه الايجابيه ازاي. خمس حاجات بقى نعدهم على صوابعنا كده، خمس حاجات. اول حاجه الطاقه الحركيه. عايز تكون عندك طاقه ايجابيه ما تقعدش في مكانك، يكون في حاول تحرك طاقه حركيه كمان في المكان نفسه. يعني غير الكرسي ده من مكانه، اعمل في حاجه اسمها طاقه المكان، فانك شوي. الحقيقه الطاقه بتاعه المكان دي شيء مؤثر، فاحنا ما نستهونش بيها. بس احنا الحقيقه مش عايزين نتكلم عنها، هنتكلم عن طاقه الانسان نفسه. فيبقى معنى كده انه الحركه بتدينا طاقه ايجابيه وبتدينا ايجابيه في الحياه. تخيل كده البني ادم وهو خارج من الجيم او ماشي في التراك الصبح، او حتى ما عندوش جيم وما عندوش تراك وما عندوش الحاجات دي كلها، بس نزل اتمشى في الشارع كده الصبح بدري ورجع، قد كده بيكون عنده طاقه ايجابيه، لان هو بيكون خرج كميه من الطاقه السلبيه كبيره جدا. طب ايه احسن حالات ان انا اكتسب طاقه ايجابيه واخرج طاقه سلبيه؟ لو اتمشيت على نجيل اخضر، لو اتمشيت على البحر، على الرمل، الميه المالحه نفسها بتخرج الطاقه السلبيه. العلم بيقول ان الملح نفسه فيه طاقه ايجابيه. واعتقد دكتوره كمان اللون الازرق او لون الميه البحر او اللون الاخضر زي النجيله بتهدي الاعصاب. اللون الازرقات بجميع درجاته بيخرج الطاقه السلبيه طبعا حقيقي، وحتى بيحسس بالشبع. يعني اللون الاخضر، يعني انا بنصح الناس اللي هيفتحوا مطعم ما تعملوش باللون الاخضر، لان اللون الاخضر بيحسس الانسان بالشبع. لو عملتي صور لونها اخضر في اوضه السفره او عملتي ديكور اوضه السفره باللون الاخضر، هتلاقي العيله خست. يعني عمل دايت باللون الاخضر بعد كده. لا فعلا على فكره اللون الاخضر ده لون حلو قوي. معنى كده ان فريق العمل كله هيخس. بالظبط. احنا عايزين نقول ان اللون الاخضر بتاعكم ده عايزين نتكلم عنه في حد ذاته. نهتم باللون الاخضر في حياتنا في اكلنا، ونهتم باللون الاخضر في حياتنا في الديكور بتاعنا، لانه فعلا اللون ده لون مفيد قوي، مريح للعين، وبعدين هو ثياب اهل الجنه. فاكيد ربنا سبحانه وتعالى الجنه نفسها لونها اخضر وثيابها اهلها لونها اخضر. بالظبط. اضافه للبرنامج اسمه اللون الاخضر، فاكيد هنستفيد بالحكايه دي. فقلنا الطاقه الحركيه، يبقى نتحرك، نعمل رياضه، نحاول ان احنا نخرج الطاقه السلبيه عن طريق الطاقه الحركيه. نيجي بعد كده للطاقه الجسمانيه. جسمنا بقى متكون من اربع انواع من الطاقه. اكل، شرب، نوم، تنفس. نحفظهم كده بالترتيب. اكل
هناكل ايه وما ناكلش ايه عشان يدينا طاقه ايجابيه. كل حاجه خضراء بتدينا طاقه ايجابيه، واللحوم للاسف الشديد ناس كتير هتزعل مني بتدي طاقه سلبيه، بتعمل حاله من الخمول شويه. خمول طبعا، واكتر ولو كترنا عن من 50 ل 100 جرام في اليوم ممكن بتصيبنا بامراض بقى، يعني نقرص الحاجات دي كلها. لا احنا بنقول اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء متوسطه الحال، لكن بالنسبه للاسماك هي بتدي طاقه ايجابيه عاليه جدا. رغم ان احنا الحاجه اللي بتطلع من البحر تبقى طاقتها ايجابيه، والحاجه بتطلع من الارض بتدي طاقه ايجابيه للون الاخضر، لكن الحاجات المصنعه والحاجات دي كلها بتدي طاقه سلبيه كبيره جدا. الشرب بقى، ما تقولي ما احنا يعني ايه شرب، ما احنا كلنا بنشرب ميه عادي، يعني هنعمل ايه؟ القصه كلها بتشرب ميه قد ايه وامتى، ويا ترى الكميه بتاعه الميه دي انت بتهتم بيها انها حاجه اساسيه ولا ما بتشربش غير لما تعطش؟ ما بشربش غير لما اعطش، زي بالظبط لما ما اروحش للدكتور غير لما اتالم، لما احس بالوجع، لو حد عنده مثلا سنه بتوجعه فابتدت بسيط بتوجع فما يروحش غير وخلاص العصب بقى مجننه قادر مش قادر. لما استنى لحد ما اعطش ده مؤشر غلط جدا. فنعد عدد مرات العطش في اليوم، لو انا بعطش اكتر من مرتين او ثلاث مرات في اليوم بقى انا ما بشربش ميه كويس. تمام. لازم على طول في ايدي ميه واشربها كميات صغيره بكميات صغيره طول اليوم، ويستحسن ما احسش اساسا بالعطش. النسبه ممكن تكون قد ايه تقريبا يا دكتور؟ 3 لتر ميه حلوين قوي بس نشربهم كل يوم، وخصوصا احنا في الصيف. ويا ريت نشرب الميه مش ساقعه. صح. لو شربناها ساقعه ايه المشكله؟ متوسطه يعني. ليه ما نشربهاش ساقعه؟ هي الساقعه ما فيهاش امراض ولا حاجه، مش زي ما الناس بتقول لك الميه الساقعه بتجيب امراض. لا، هي الميه الفتره ما بترويش بسرعه، الميه الساقعه بتشبعني بسرعه. فلما اجري كده على الحنفيه وانت عطشانه هتلاقيكي شربتي كوبايه والثانيه والثالثه، يا دوب نصها كده تبداي تحسي بالشبع. لكن لو رحتي جريتي على الثلاجه شربتي هو بق ميه واحد هتحسي بالشبع. فعشان تشرب ميه كتير اشربها مش متوسطه، الحاله. النوم هتقولوا لي طب ايه المشكله كل الناس ده احنا مقضيين حياتنا نوم. النوم امتى وازاي يعني ازاي؟ ان انا دلوقتي بشوف ناس قاعدين على الفيسبوك للساعه 3 و4 الصبح وناس بتطبق وعندهم شغل الصبح بدري كده هي الفكره كلها ان جسمنا بيتجدد اثناء النوم. طيب عشان يتجدد لازم شروط، ان انا انام ماكسيمم من 9 ل 10، ابتدي تجديد جسمي من 10 لحد 5 الصبح اللي هو الوقت اللي احنا اصلا مأمورين ان احنا نصحى فيه عشان نصلي الفجر. تمام. قبل كده وبعد كده الجسم ما بيتجددش، هي عامله زي القطر، اللي عداه القطر مش هيلحقه. فبالتالي جسمك مش هيتجدد فهتقوم تعبان اكتر. يعني اقول له انت نمت كويس؟ يقول لي لا انا ده انا نايم عدد ساعات كتير جدا. بس نايمهم امتى؟ يعني تلاقي العيال في الصيف نايمين طول النهار وصاحيين طول الليل وتعبانين. صح. فتقولي له انت بتنامش كويس؟ يقول لك لا ده انا بنام كتير قوي، ده انا في الاجازه. طب ايه الحكايه؟ يقول لك انا نايم كده بالظبط. فهو نايم، يعني النوم عمله ارهاق اكتر من قله النوم. كمان ان انا ما انامش جنب فيشه كهرباء، ما ينفعش ان انا انام جنب التليفون الموبايل وهو بيشحن، ممنوع. لانه دي الكتروماجنتيك ويفز، يعني شحنات عاليه مغناطيسيه كهرومغناطيسيه عاليه جدا، بتؤثر بتجيب جلطات وبتجيب امراض كتيره جدا، وبتخلي الانسان كمان الدوره الدمويه طول الليل مش شغاله كويس. جسمنا المفروض اثناء الليل يتخلص من الطاقه السلبيه ويعني يبتدي يشحن طاقات ايجابيه، فطبعا ده ما بيحصلش لان هو محطوط على الفيشه. انت والتليفون انتوا الاثنين بتشحنوا، فبالتالي ما بينفعش خالص، او الانسان بيكون قايم من النوم تعبان اكتر. ما استحبش ان يكون في الاوضه اصلا يعني الموبايل ده ديفنتلي ده لازم. وكمان ما اكونش نايم جنب مصدر طاقه كهرباء. وعلى فكره قدام العلم هيثبت ان كهربه الانسان تقدر تتحول لطاقه كهربائيه نشغل بيها التلفزيون. وكهربه جسم البني ادم دلوقتي بيستخدموها في ان هم بيولدوا بيها كهرباء في بعض الدول، وبيبقى في دينامو طالع من جسم البني ادم يولد بيه كهربه الشقه بتاعته. فاوريدي طاقه البني ادم والطاقه الكهربائيه هما الاثنين حاجه واحده. بس احنا عشان احنا متعودين ان البني ادم حاجه والالكتروماجنتيك ويفز والكهرباء العاديه حاجه، لحد ما العلم بقى هيبتدي يضمهم الاثنين على بعض. هنستخدموا بقى الكهرباء دي نشحن بيها موبايلاتنا. هنشحن ان شاء الله. الحركه دي نفسها بتطلع طاقه، فالطاقه دي هتتجمع بعد كده بطرق معينه وهتتولد بيها الكهرباء اللي احنا اساسا بندفع، مش هتدفع فاتوره بعد كده. هنوفر كمان برضه كويس. بعد كده بنقول اكل وشرب ونوم وتنفس. طب ما تنفس، ما هتقولي التنفس ما احنا بنتنفس اهو زي الفل. هقول لك التنفس ازاي وامتى وليه. يعني التنفس ده ليه حاجات كتيره قوي، في تنفس تفريغي وفي تنفس للشحن وفي تنفس للاسترخاء وفي تمرينات تنفس النهارده بيولدوا بيها السيدات في الولاده ما تحسش بالالم لمنع الالم. حاجات كتيره جدا من انواع التنفس. بس اهم حاجه عايز اقولها ان احنا ندخل اكسجين كتير قوي قبل النوم، يعني ناخد تنفس عميق ما
بنحاول ان احنا نحبسه لمده ثانيه ونطلعه ببطء شديد لمده 4 أو 5 مرات عشان الاكسجين يبتدي يملى جسمنا كله، ونبتدي التنفس بتاعنا يبقى اعلى درجات التنفس. نعمل التمرين ده 5 مرات، لو ناخد التنفس في 5 عدات نطلعه في 10 عدات يبقى جميل قوي، او في 4 ونطلعه في 8 يبقى جميل قوي، نقدر ان احنا كده نبقى احتفظنا بالاكسجين بتاعنا. نيجي بعد كده بقى على الطاقه الفكريه. تمام. والطاقه الفكريه دي هي منبع كل السلبيات او كل الايجابيات. يعني هي الطاقه الفكريه دي هي كل حاجه في حياتنا. كل ما هو دلوقتي بيفكر غلط بيوصل لنتيجه غلط، بيوصل لطاقه فكريه غلط، بتبتدي معاه فكره انا مش عاجبني الست دي، الست دي زنانه، او الست دي نكديه، ينتهي بالحال لانه ما يتطلقوا، او هي تبتدي تقعد مع صاحبتها في النادي فصاحبتها تقول لها ده انا جوزي جاب لي خاتم في عيد الحب. اوه انت ما جبتليش، فتروح هي بقى البيت تنكت على جوزها. بس كده هي النكد فكره، فالفكره ما جبتليش، تبتدي تقرر فكره النكد وهي في النادي، تروح على البيت تخلص الموضوع وخلاص. لو كل ده بتكن طاقه سلبيه بتشحن كميه طاقه. تخيل بقى هي بتدور كل التاريخ بتفكر في الطاقه السلبيه بتاعت الخاتم اللي ما جالهاش، فتخيل بقى هي هتحصل ايه، يعني الدنيا هتبقى خناقه. اتمنى يجيب لها محل صاغه. حتى اللي بيحبوا البلد او بيكرهوا البلد هي فكره، الوطنيه فكره، الشغل فكره، البطاله فكره. يعني انا عايز اقول على حاجه دلوقتي، احنا لما جالنا احنا عايزين نقول البلد ما فيهاش شغل، صح؟ فالفكره دي مسيطره علينا، جالنا 3 مليون سوري اثبتوا لنا ان مصر ما فيهاش بطاله لكن فيها كساله، فيها فكره كسل مش فكره بطاله. البطاله مش موجود، في شغل بس كلنا عايزين نشتغل مدير، انا عايز اقعد على المكتب، مش عايز حد، وعايز اتامر على الناس، محدش عايز يطلع السلم من اوله، او قاعد في التكييف بالظبط كده، مش عايز اتعب، مش عايز انزل اشتغل بايديا في الشغل. كلمه اوت دورز او سيلز مان او الحاجات دي كلها تيجي شباب صغيرين جدا ومش لاقيين يعني قوت يومهم زي ما بنقول، ويقول لك لا 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 انا مش عايز اشتغل الحاجات دي، انا مش هنزل اواجه الناس وابيع لهم وحد يقول لي يحرجني والحاجات دي كلها. فجالنا ناس بسيطه زينا زيهم اشتغلوا شغلانات دي، وبالعكس بكفائتهم كمان خرجوا المصريين من بعض شغلانات ودخلوا مكان. يبقى البطاله فكره، الشغل فكره، النجاح فكره. في حاجه اسمها قانون الجذب، لما تفكر في الفلوس هتجي لك الفلوس، تفكر في العربيه الحلوه تجي لك العربيه الحلوه، تفكر في العروسه الحلوه تجي لك العروسه الحلوه. يبقى كل حاجه بتجي لك عن طريق تفكيرك. وعلى فكره الكلام ده في الدين له اساس، لانه الرسول قال ادعوني، الرسول ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم، وتفاءلوا بالخير تجدون، وانا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يبقى انت لو انت مقتنع ان الحاجه دي هتجيلك هتجيلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. طب انا مش مقتنع مثلا الحاجه دي هتجيلي، خلاص الشفاء نفسه فكره. هو المهم يا دكتور ان الواحد يعني يكون عنده امل وعنده تفاؤل وعنده هدف عايز يوصل له، لكن لازم هو كمان يبذل مجهود. صح. يعني يعني في سعي للشيء ده. حلو قوي. انا هسعى، بس لو انا بسعى وانا مقتنع ان انا سعي ده رايح على الارض وان انا مش هحقق الانتاج بتاعي او الانجاز بتاعي، فاكيد عقلي اللاواعي مش هيساعدني على التحقيق ده ومش هقدر ان انا اعمله. فلكن لو اتنين مع بعض، يعني انا باخد بالاسباب، يعني هنقول مثلا واحد مريض يقول ايه، ما انا هقعد افكر كده وادعي ربنا ان شاء الله ربنا هيشفيني بالتفكير. لا، مش هقول لك كده خالص. روح خد بالاسباب، روح للدكتور كويس وشوف المرض ده بيتعالج بانهي ادويه، وفي نفس الوقت خلي اؤمر خلايا جسمك انها تستجيب للعلاج. تمام. استعين بربنا سبحانه وتعالى وبالدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيك. فبالتالي هيبقوا الاثنين مع بعض عاملين حاجه اسمها سينرجي. يعني ايه سينرجي؟ يعني 1+1=3، ما يساويش 2. فبالتالي بتبقى بتديك قوه السينرجي دي. فان شاء الله بيكون ده هو ده الطريق للايجابيه. هاخد من كلام حضرتك وبين حضرتك اثرتي حاجه موضوع مهم جدا، يعني بينتاب المجتمع المصري بشكل كبير، وهو موضوع البطاله. هتطرق للناس اللي هي شغاله شغلانه مش حباها ولكن شغالاها عشان خاطر امور الحياه تمشي. ازاي بقى اقتبس من هذه التجربه بشكل عام في حياتي واحولها لشخص ايجابي حتى اعمل؟ يعني ما اطبقش مقوله اعمل ما تحب ما تعمل، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ده جميل جدا، وانا اعتقد ده يعني دافع قوي يخليني او يبث في روحي الايجابيه. ازاي نقدر ده نحاول بشكل ايجابي ونحس بالشباب اللي هم عندهم بطاله يتغلبوا عليها حتى يكون شخص ايجابي وممكن يعمل حاجه ما يحبهاش دلوقتي حتى يصل لهدفه بعد كده؟ طيب اول حاجه سؤال هساله له، انت ايه اللي وداك هناك؟ انت رحت في الشغلانه اللي مش حاببها دي ليه؟ رحت ليها لسبب واحد بس، ان انت ما كانش عندك هدف واضح. انت ما كنتش عارف انت عايز ايه، فبالتالي اي حاجه تتحط قدامك هتقول يلا اوكي، اي حاجه تجيب فلوس وخلاص، لان انا مش لاقي غيرها، فما فيش قدامك اختيارات. لكن لو انت من الاول كنت عارف هدفك مظبوط وخططت له مظبوط واشتغلت عليه صح، كنت هتبقى في الحته اللي انت عايزها، فيبقى وجودك هنا
هو مرحلة، بس الأساس إن أنت هنا دلوقتي لهدف برضو. حط بقى هدفك، أنت دلوقتي ما كنتش عندك هدف، ابتدي شوف أنت شاطر في إيه، إيه نقط قوتك، بتعرف تعمل إيه كويس، إيه أكتر حاجة أنت هتبقى مبسوط وأنت بتعملها. فنبتدي نحددها له، ابتدي يقول لك أنا مثلا عايز أكون مطرب، أو أنا عايز أكون رجل أعمال، أو أنا عايز أكون معايا فلوس كتير. طب إزاي هتحقق الهدف ده؟ نبتدي نحط له نقط، وبداية تحقيق الهدف هيكون هو النقطة اللي هو فيها. مش هقول والله ارمي بقى الشقة، روح بقى ارمي ورقة كده وترميها في وش مديرك وتمشي تجاري، لا، هو طبعا مفيش الاوبشن ده، علشان هو ممكن يسيب الشغل ده ما يلاقيش غيره. بس ده دلوقتي بيحقق لك الحد الأدنى من الحياة. انت عارف هدفك، خلي جزء من وقتك تستقطعه في انك انت تنمي نفسك شخصيا على المستوى الشخصي، تقرا كتب، تروح تحضر دورات، تروح تنمي نفسك في المجال اللي انت عايز تنجح فيه. وياما ناس كتيره كانت في شغلانه مش حباها، ذاكرت واجتهدت ووصلت للمكان اللي هي عايزاه، وابتدي بعد كده خلي دي خطوه، فما تكرههاش، لان دي سلمه اساسيه لازم هتطلع عليها عشان توصل للهدف بتاعك فوق في اعلى درجات السلم. فيبقى دي السلمه دي اساسيه لازم تكون عليها، فحبها دلوقتي مؤقتا لحد ما تطلع السلمه اللي فوقيها، حب السلمه اللي فوقيها لحد ما توصل لهدفك اللي انت اساسا كنت عايزه. يعني ده لوني كمان احب ان انت تشتغل مذيع حتى لحد ما تصبح رئيس القناه ان شاء الله باذن الله. ادعي لي يا عاصم. عندنا بعد كده بقى طاقتين مهمين جدا، اللي هي الطاقه العاطفيه والطاقه الروحانيه. الطاقه العاطفيه اللي هي الحب، مشاعر، الحاجات الجميله دي. طب الطاقه العاطفيه دي يا ترى هي بتجيب لنا طاقه ايجابيه؟ يعني اللي عنده، اللي عايش في حق في قصه حب بيبقى عنده طاقه ايجابيه، واللي عايش في قصه مثلا هجر وسايب حبيبه بيبقى عنده طاقه سلبيه؟ كلنا عارفين كده. تلاقي دايما اللي عنده طاقه عاطفيه قويه بتدي له طاقه ايجابيه كبيره جدا، بتدي له ايجابيه على التفكير وايجابيه على حل. تلاقي مثلا اتنين مبسوطين، الدنيا حر جدا وماشيين كده مبسوطين وزي الفل، والطاقه دي كمان يعني مع بعض تلاقي الجو برد والجو حر، وتلاقيهم الطاقه الايجابيه دي كمان بتساعد الواحد على ان هو بقى يشتغل كويس وينتج كويس. يعني مع ان يعني الحب ملوش علاقه بالشغل او كده، ولكن بتدي بقى ما بتحسش بالحر برده. لو هو مدير وعنده مشاكل زوجيه تلاقيه منكد على طاقم الشغل كله، لو هو انسان مراته مخليه مبسوطه لطيفه وكده يعني المقوله دي حقيقه، لما الاقي المدير مثلا جايزه عالمي يبقى المدير غالبا، والعكس صحيح برضه يا دكتوره، والعكس صحيح. لا بس فعلا الطاقه العاطفيه بتدينا طاقه ايجابيه كبيره جدا، بتدي حتى للشباب في الجامعه. تلاقي مثلا ولد عنده هدف يتجوز البنت دي، فعمال ياكل في كتب اكل ومبسوط والمذاكره تعبها عليه على قلبه زي العسل. وتلاقي واحد تاني مثلا كان هو مرتبط فساب حبيبته، اكتئب ودخلش الامتحان وفوت مواد وعمل وسوى. فبالتالي الطاقه العاطفيه دي لينا، فخلينا نبتدي بالحاجات المضمونه بقى. مش العلاقات ما بين الولد والبنت، علاقتك بقى بباباكي بمامتك بقرايبك المستديمين، العمر ما هيحصل ما بيننا انفصال، اخواتك، اولادك، خدهم في حضنك طبطب عليهم وعبر لهم عن مشاعرك، خد منهم طاقه ايجابيه. والحكايه دي مفيده ليك انت، يعني انت دلوقتي ما تقولش انا ايه، لا انا لازم ابقى ناشف مع العيال، العيال اصلهم لما طبطب عليهم واحبهم كده هيقولوا عليا ان انا ماليش شخصيه معاهم. لا صاحبهم، انت غلط او انت غلط، صاحبهم وحبهم، اديهم مشاعر، عبرهم عن المشاعر دي، عشان المشاعر دي هترجع لك. صح. انت اللي هتاخد العواطف دي، انت اللي هتشحن طاقه ايجابيه وانت واخدهم في حضنك، فبالتالي ده مفيد ليك. واخيرا بقى ده اللي خلينا اسال حضرتك، يعني تاثير الشخص الايجابي على المجتمع بشكل عام. تاثير الشخص الايجابي على المجتمع هو كل ما هو بناء هو ايجابيه، وكل ما هو هدم هو سلبيه. واخر حاجه نقطه كنت عايزه اختتم بيها هي الطاقه الايجابيه، الطاقه الروحانيه، علاقتك بربنا، قوي علاقتك بربنا. احنا في ايام جميله وفي داخل علينا رمضان بعد اقل من 60 يوم، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل الناس طيبين. اشحن طاقتك الايجابيه على قد ما تقدر في الشهر الفضيل وقبلها وبعدها، لانه اعلى درجات الايمان هي الايجابيه، وانك تكون انسان ايجابي، علاقتك بربنا حلوه، الرضا ايجابيه. فخلينا كلنا نكون راضيين وعندنا ايجابيه ان شاء الله. يا رب يديم علينا الرضا والمحبه والطاقه الايجابيه، زي ما قالت دكتور منى، مهم جدا ان احنا نكون اشخاص ايجابيين في امور حياتنا، ده بينعكس علينا بالايجابيه بشكل عام وبالتفاعليه وبادراكك بقيمه الحياه واهميتها وفائدتها ليك. ابتسم، ابدا يومك كده بتفاؤل وثقه في الخالق عز وجل، ثم ثقه في نفسك ان انت تستطيع ان تحقق وتنجز ما يتم انجازه او ما لا يستطيع احد اخر ينجزه، في حال اذا شحنت بالطاقه الايجابيه. بنشكرك جدا دكتور منى شوقي، استشاره التنميه البشريه في علم النفس الايجابي. شكرا لك يا فندم، اشكركم. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا بعض الفاصل، فقره حواريه اخرى من برنامجكم اللون الاخضر، انتظرونا.